انزل يا ابني انت وهو شوفي جيوش ماشية مع الدنيا. عمليات في تعامل علينا ضرب نار خلاص ضباط وجنود حد السيطرة طالعة واحدة انتوا فاهمين يلا اتحرك دي فتنة مش ممكن نشارك فيها هنعمل ايه في اخواتنا اللي بتضربوا جوه يا باشا نفذ الامر يا عسكري يلا تمام يا فندم يلا يا ابني اتحرك الرصاص الآلي الحي يوجه لسطور المصريين العزل بلغ عدد الشهداء الآن اطلع اطلع الخناقة دي مش خناقتنا يا عم الخناقة دي مش خناقتنا انا مستعد اموت عشان مصر بس لما يبقى في عدو لكن احنا بنحارب بعض احنا بنحارب بعض وبنموت بعض عبد الله في تعامل شديد عند عمارة المنايف هاخد مجموعة واطلع على هناك خد مكاني كل ما دوائر الدم كترت كل ما بقى فيه طار في كل بيت في مصر ومش هيتهنوا على الكرسي ان شاء الله نمشي يا دكتور كلهم مشوا مش فاضل غير الدكتور صفت والدكتور البلتاجي ما تقلقش عليهم هم هيعرفوا يمشوا ازاي يلا بينا يلا دكتور